السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكو بيت دعاء. مشكلة كبيرة موجودة للأسف في بعض البيوت حوالينا خصوصا في الريف، إن الستات ممكن ما بيورثوش، خصوصا لو الميراث ده كان أرض، وتيجي تتكلم يقوموا قايلين ده العرف عندنا. عرف إيه؟ طب فين الدين؟ وفي بقى ناس مثلا برضو احيانا تلاقيه يتحايل في موضوع الميراث ده ويكتب بقى من الاول الارض مثلا في حياته كده للولاد الصبيان يعني، ويحرم البنات. للاسف طبعا ده بيعمل كوارث في العلاقه بين الاخوات بعد وفاه الاب او الام، وبدل ما الاهل يورثوا ولادهم الحب والاخوه يورثوهم الكره. موضوع مهم جدا هنتكلم فيه النهارده مع ضيفنا الشيخ احمد المالكي من علماء الازهر الشريف. اهلا بيك يا شيخ. ربنا يخليك، رب يحفظك ويكرمك وهيستوريك. آمين يا رب. وكل السادة المشاهدين يعني. آمين آمين يا رب. موضوع الميراث وأي حاجة بتتعلق بالفلوس بتعمل مشاكل. صحيح. فعلا يعني. أنا يعني الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. انا عاوز اقول لك انا لسه يعني جايلي مشكله من يومين اتنين بالظبط، يعني حد بيسالني ان في ناس يعني مات وترك زي ما بيقولوا كده، ترك زوجه وترك اولاد بنات وترك اولاد اخوه اشقاء، فبيقولوا لي يورثوا ازاي؟ فبقلت لهم يعني، قالوا بس في بنت من البنات ومامتهم مش عاوزين يورثوا الباقي. فدي واحنا بنقول لهم بقى اتقوا الله وده حرام ومش حرام وبتاع، والمهم القضيه قلت لهم هو المبلغ كام يعني؟ فالقضيه كلها جايه على 3000 جنيه، يعني المساله دي كلها هم مش عاوزين يدوا بس حقهم اللي هو 3000 جنيه يعني. طب انتوا تدخلوا النار عشان 3000 ولا مليون جنيه حتى ولا الدنيا كلها؟ فدي حاجه. القصه الثانيه دي بقى سمعتها من احد مشايخي. واحد راح قال له انا يعني الميراث يعني ما بنديش للبنات. قال له ليه؟ قال له البنت بتتجوز وبتاع وما يبقاش ايه؟ ابنها ده مش ابننا يعني، ما يعني مش تبعنا يعني. فلكن الرجاله، وده على فكره كلام الجاهليه يعني قبل الاسلام يعني، وده فعل اهل الجاهليه في الاسلام، لا يورثون النساء. حتى نزلت الايه 127 في سوره النساء: ويستفتونك قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن الى اخر الايه. فالايه 127. فالشيخ قال له طيب ما فيش مشكلة، بس خلي بالك ده ربنا قال الميراث وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال دي فريضة من الله، وبعدين قال ومن يعص الله ورسوله. ما فيش فايدة. فقال له يعني أنت مبسوط باللي أنت؟ قال له آه طبعا مبسوط. قال له طب كويس، الله غلط وأنت بتصحح لربنا؟ فقال له أستغفر الله، لا أنا مش قصدي. قال له ما هو ده معناه، ربنا يقول لك ادي للبنت حقها وأنت تقول لا أنا همنع حقها، فاتق الله عز وجل. هنا بقى بيجي بقى بيحصل ظلم مبين، والانسان وسيدنا النبي في صحيح مسلم بيقول كلام حديث لازم كل الناس تقف قدامه كده وتتامل هذا الحديث: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه الا اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. اوجب الله عليه ليه؟ حاجه يعني حاجه صعبه جدا. فواحد من الناس اللي قاعدين جنب سيدنا النبي بيقول له يا رسول الله للدرجة، طب وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن كان قضيبا من أراك. عارف السواك؟ أو لو السواك ده بس خشب يعني، يعني خشب. حاجة كده تافهة يعني، ما حاجة بجنيه اتنين ولا حاجة ولا تساوي شيء، ولا هو ده مش حقه يا سيدي، ما تتقي الله عز وجل. ولذلك ربنا لما ذكر يوصيكم الله وبعدين قال ولكم نصفه وتلك حدوده، قال إيه بقى في النهاية؟ ومن يعص الله ورسوله، لأن دي حدود ربنا، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، مش بس كده، وله عذاب مهين. لأن ربنا أول ما بدأ في آيات المواريث قال يوصيكم الله، والوصية من الله فرض. فواحد بيقول أصل ابني وهو العصب بتاعي، طيب ربنا قال في الآية آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، بس الكلام ده فريضة من الله، فأنت لابد أن تلتزم بقواعد الله عز وجل. فنيجي نشوف دلوقتي للأسف الشديد ناس بتجور على أحكام الشرع، ناس بتبدأ تتعدى حدود الله تبارك وتعالى. ولذلك لما راحت زوجة سيدنا سعد بن الربيع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله يعني سعد ومات معاك في أحد يا رسول الله،
وسيدنا سعد ده اللي كان أخو سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما أخى النبي بين المهاجرين والأنصار، وهو اللي قال له تاخد نص مالي وبتاع، فقال الله بارك الله لك في أهلك ومالك. المهم سيدنا سعد مات في غزوة أحد سنة 3 هجرية، فقالت له دول بنتين يا رسول الله وعمهم مش راضي يدوم حقهم يا رسول الله، والبنات مش هتتجوز إلا ومعهم مال، ليه؟ محتاجين يتجهزوا، يعني هجيب لهم جهاز منين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجلسي حتى يقضي الله أمرا يعني. فنزلت آيات الإيه؟ آيات المواريث، وفي النهاية ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالنبي راح مقسم قال لها البنتين دول لهم كام؟ لهم التلتين. يبقى البنتين لهم ايه؟ التلتين، والام هيبقى لها التمن. طيب يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام قال خلي بالكم، والايات اهو، اللي هيعصي الله عز وجل ده مش بس كده ان ربنا يتوعده بس، لا ده يدخله نارا خالدا فيها، والعذاب مش اي عذاب، عذاب ايه؟ عذاب مهين. وما ينفعش اللي انت تاخد فلوس حد او مال احد الا بطيب نفس منه. يعني بعض الناس يجي يقول ايه، انا يا جماعه المراس بس ان شاء الله هم يعني اصل هم مسامحين، لا اديهم الفلوس وهم لما يقولوا لك والله احنا مسامحين اتفضل عن طيب نفس، يبقى خلاص انت خرجت من المساله دي. وفي نقطه مهمه تانية، ان اول ما الام، لان دي عادات بتحصل، اول ما الام تموت ايه اللي بيحصل؟ يروحوا مقلعين الخواتم والذهب للبنات ويدوم للبنات وخلاص. ده لا يجوز شرعا، لا يجوز اصلا شرعا، الا اذا رضي الايه، اذا رضي الجميع فقالوا اخواتنا وزي الفل مفيش مشكله. لكن في اخ رافض ويقول لا يا جماعه ده ميراث وانا غلبان، ده انا عليا ديون، ما تيجي نبيع في الذهب ده ونقسمه بشرع الله، يقول لك لا ده من حق البنات بس. مين قال انه من حق البنات بس؟ ده لا يجوز شرعا، هذا ميراث. فنخلي بالنا من المسائل دي، في شويه افكار كده غريبه. طيب احنا ناخد بقى التليفونات، احنا طبعا معاكم على مباشره ومستنيين تليفوناتكم مشاهدينا. وفي ريال اول تليفون، اهلا بيكي. اهلا وسهلا، اتفضلي يا حبيبتي. مساء الخير سيدنا. الله يخليك يا فندم، ربنا يحفظك يا فندم. انا ليا اخت، والاخت ديت راحت اتبنت بنت، وراحت كتب اصابت بموت في خلايا المخ، ف يعني مريضه، وراحت كتبت كل حاجه باسم البنت دي. اختك هي اللي مريضه؟ وراحت كتبت كل حاجه باسم مين؟ البنت اللي اتبنتها، اللي هي اتبنتها، كتبت لها كل حاجه. فالمهم ان البنت دي راحت اتجوزت وجابت جوزها، قعدته مع اختي في نفس المكان في الشقه، والشقه دي باسم امي انا، واحنا منعتنا من الدخول خالص، ان احنا ندخل لها خالص، وتصرفت في اموالها هي بقى، يعني عماله تتصرف في اموالها. فانا خايفه ان انا التجئ للقضاء ان اختي تنضر فيها، ومش قادره اشوف اختي، وعارفه ان كل مالها ده الواحده يعني ما تعرفيش، يعني الاخت اللي كتبته لها ولا البنت تلعبت بقى، لان اختي اصابت بتاكل في خلايا المخ، فمش عارفه يعني ادي يعني هي يعني اتبنتها وربتها من وهي صغيره؟ ربتها وهي صغيره. فهي بقى بنتها، هي كتبتها باسمها بس هي مش بنتها، كان يعني قصدي هي ربتها كانها بنتها يعني. ربتها كانها بنتها. لا واختك مريضه؟ اختي مصابه في تاكل في خلايا المخ، ده يعني من حوالي 3 سنين كده. ماشي، حاضر. ماشي يا حبيبتي. طبعا اول حاجه قضيه التبني، وان الانسان يكتب باي حد باسمه، ده لا يجوز شرعا اصلا، هذا محرم في الشرع والقانون، دي حاجه. اللي هي الكتابه بالاسم. الكتابه طبعا ما ينفعش، يعني ممكن حد يتبنى بس ما تبقاش باسمه. طبعا لان هيحصل من وراها حاجات كتيره جدا، من النسب والميراث والى اخره. يعني الحاجه الثانيه، لا يجوز للانسان يتصرف في ماله كله بالطريقه دي اصلا. لكن انا ما اعرفش القصه، في ادم هي مريضه فلا بد ان تلجا الى القضاء، لازم ترفع قضيه وتشوف يمكن حصل بصموا البنت المراه، يعني ممكن يكون في 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 غياب الوعي كتبت الكلام ده، فلو ثبت ذلك بالقانون ممكن القانون يحجر عليها. يعني هو التلت بس هو اللي من حق الواحد يتصرف فيه؟ لا، هو يعني شوفي، احنا ده خلاف فقهي اصلا في المساله. يعني لما قال له كل ولدي كان حالته، قال انا اديت ابني ده، فقال له كل ولادك اديتهم يعني العطيه دي؟ فقال لا يا رسول الله، فقال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور. هنا جم الساده الظاهريه والحنابله قالوا حرام ان الانسان يفرق ويعطي يعني ويفرق، لكن الجمهور قالوا لا، دي يا جماعه اسمها هبه
قالوا بس النبي قال لا اشهد على، قال بس النبي قال اشهد على هذا غيري، ولو كانت حراما صرفا يعني كان قال النبي خالص. اشهد على هذا ايه؟ اشهد على هذا غيري. تمام. طب ليه النبي لم يشهد؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يكون الا في حاله مستقيمه عليه الصلاه والسلام. فهنا قالوا ايه؟ قالوا يعني اختلف العلماء، يجوز للانسان ان هو يتصرف في ماله من باب الهبه لاولاده بشرط الا تكون نيته مثلا ان هو يمنع غيره مثلا، غير اولاده او بعض اولاده او بعض الورثه مثلا من الميراث. حاجه ثانيه أن يبقي شيئا من ماله يتوارثون فيه بعد موته. لأن واحد يروح كاتب إيه؟ يقول أنا حقي معايا 1,000,000 جنيه وأبوالي كلها هوب وكتبتها باسمي ولادي، ليه؟ عشان البنات مثلا ما يورثوش. فده لا يجوز شرعا يعني على الإطلاق. أستاذ علي أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حضرتك. اتفضل. عايز أسأل الشيخ سؤال بس. اتفضل مع حضرتك. بقول لحضرتك أنا عندي ولاد أختي، عندي ممكن نوطي التلفزيون بس يا استاذ علي؟ عندي ولاد اختي. الو مع حضرتك، اتفضل يا فندم. انا عندي ولاد اختي بقول لحضرتك. تمام؟ ايوه. فليهم ميراث عندي. تمام؟ فبهدلوني يعني واهانوني قدام الناس وكلام زي كده. تمام؟ فهل في بند اني يعني المورث ده لما يتحان يعني في بند انه ما يديش الوريث حقه ولا عايز اشك؟ حاضر يا فندم. حاضر من احنا خاطر الورث ده يعني. حاضر خالص يعني فوق ما تتصور حضرتك، يعني حاجات ما ينفعش اقولها لحضرتك في التلفزيون. ماشي. مشاكل يعني بينهم مش هيقدر يقول تفاصيلها في على الشاشه. هو احنا عندنا بس الموانع اللي هي تمنع من الارث حاجتين اتنين: اختلاف الدين، لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم، فده حاجة. الحاجة الثانية اللي هو القتل، فالقتل من موانع الإرث، بمعنى أن ولدا قتل أحد حتى يرث مثلا، أو ابن قتل أبوه مثلا حتى يرث، فيعامل بنقيده فلا يرث، يتحرم عليه بقى، فيتحرم. فاحنا عندنا حاجتين اتنين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال القاتل لا يرث، القاتل لا يرث. لكن المشاكل لا. لكن مشاكل تانية، ما احنا قلنا هو بقى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، لأن دي فريضة من الله عز وجل. أستاذ شريف أهلا وسهلا. أم شريف أهلا وسهلا. ألو. طيب حاولي تكلمينا مرة تانية. في معنا تليفونات تانية؟ طيب شيخ أحمد، بنتكلم بقى في موضوع الميراث، وواضح إن موضوع الميراث يعني هو موضوع شائك، لأن احنا عندنا إشكالية، بيعمل مشاكل دايما بجد. الفلوس دي بتعمل مشاكل. لا، ده أنا هقول لحضرتك بعض المشاكل بقى بتعمل إيه. سيبك من الفلوس بقى دلوقتي، ده بتطلع المشاكل لما يكون في أرض. فيعملوا إيه بقى؟ يروحوا مثلا الابن واخد جزء مثلا من الحد اليمين ومش عارف يمنع الشمال، ويسيب البنت في النص ويمنع عنها الميه حتى تسلم. يعني هبيعي هبيعي، واخد بالك؟ فده لا يجوز اصلا شرعا، والحمد لله احنا بنحمد ربنا. او حاجه تانية ان هو يعني انا بحمد ربنا الاول على ايه؟ على ان احنا عندنا حاجه اسمها اعلام وراثه، واحنا عندنا القضاء الان بيبدا يورث، فالحمد لله رب العالمين، والا احنا كنا هنبقى اصبحنا في غابه يعني، في عالم الغاب. لكن بعض يعني انا الناس اللي بيقولوا لي من يومين دول بيقولوا لا ده المبلغ ده موجود في البيت، يعني الراجل مات وترك المبلغ ده في البيت، فمش هيعرفوا يعملوا اعلام وراثه، مفيش حاجه اصلا. فده نعمل ايه؟ فبدات الناس تبدا هنا بقى اللي هو التقوى، المراقبه من الله عز وجل. من علم ان الله مطلع عليه طبعا، وانه اذا اخذ ولو شيئا يسيرا، للراجل بيقول له ولو شيء يسيرا، قال ولو كان قضيبا من اراك، حاجه بس بسيطه جدا، دي توجب له النار وتحرم عليه الجنه، فيبقى لابد ان ينتبه. معانا بسمه، اهلا بيكي. اهلا. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. بحبك قوي والله. حبيبه قلبي، شكرا. ممكن اتكلم الشيخ؟ اتفضلي. اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك، هو انا ابويا جاحد يعني ما بيسالش عليا خالص، انا متجوزه بقالي 6 سنين، ما بيسالش عليا خالص، ومعاه عيال من مراته الثانيه. باباكي. ولما بروح له زعلانه مثلا، جوزي يضربني ولا يزعلني وكده، واروح له زعلانه يقول لي لا لازم تعيش. انا مش عارفه انا اعمل ايه والله، انا تعبت مش عارفه اعمل ايه. طيب يعني انت لما بتروحي له بيحصل ايه؟ بيقول لي لا لازم تعيشي، انا معايا عيل. عندها مشكله مع جوزها لازم يعني. تعيشي. لو عندها مشكله. لكن في العادي بتروحي بتزوريه بتوديه بيودك؟ لا لا لا، بقالي 6 سنين أصلاً؟ دلوقتي بقالي 6 سنين دلوقتي ما بيسالش عليا خالص. ولا انت بتسالي؟ لا.
ولا انت بتسألي؟ لان مفيش رحمه، مراته التانيه مقويه قلبه عليه. لا ملناش علاقه بمراته التانيه، يعني خلينا في موضوع ابوكي، بلاش مراته التانيه دي، سيبي مراته التانيه على جنب خالص. ماشي. انت بتساليش ليه على بابا اصلا؟ ما بيسألش عندك عليه. اخوات طيب يا بسمه؟ اه عندي اخوات. انت بتساليش؟ هو طبعه اخواتك كده، مع نفسه، هو كل واحد طبعه، مع نفسه. هو طبعه كده يا لا بسمه. هو مش طبعه كده، هو مع عياله التانيين كويس، بيسأل عليهم، معاه عياله؟ عيال لا لا مراته، لا لحظه عياله بس، ومراته التانيه. عياله اللي هي من زوجته التانيه؟ اه لكن طيب وانت اخواتك اللي هم الشقق انتوا ما ما بتسالوش على بيسأل. بعض اصلا انت واخواتك؟ لا كل واحد مع نفسه، ما حدش بيسال على التاني. يعني ايه انا كل بقالي واحد ست مع سنين نفسه؟ متجوزه، ما حدش خالص ولا بيجي لي ولا بروح لحد. طب ولا وانت انت ليه ما بتسالي ترفعيش سماعه التليفون تتصل ببابا يا بسمه؟ ولا اخواتها؟ حاولت كذا مره، ما لقيتش رد يعني كويس معاه. حاضر ماشي يا حبيبتي، بسمه، وضع غريب طبعا. هو وضع غريب، بس في حد كان تكلمني، انا بس عاوز اقول لك حاجه قبل ما اجاوب على السؤال. اه فواحده يعني انا يعني من الصعيد يعني قالت لي سلم لي على الاستاذه دعاء وقول لها انا بحبك جدا يعني وبتاع، فهي حبيبتي والله، عشان بس كانت حملتني امانه يعني. دي رسالة يعني. حبيبتي حبيبتي. ندخل بقى على المشكله الثانيه. يا وبشكرها. جماعه هو الاصل ان الولد هو الذي يسال عن الاب. يا جماعه تاني بقول اهو، لو الاب ده عدم في قفه يبقى اب، يبقى اب. بلاش بقى ندخل بقى في شغل الحواديت والحواري دي، اللي هو ايه عشان مراته في الاخر ماليش علاقه بمراته، هو متزوج هو يشيل الليله ماليش دعوه بيه. لكن انت ما بتساليش ليه عن بابا اصلا؟ يعني ده يا جماعه بر، اين البر؟ لما الله عز وجل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، اين الاحسان؟ هو فين؟ وست سنين انا ما برفعش سماعه التليفون اصل مش شايفه منه رحمه. ما طب قدم السبت عشان تلاقي الحد، يعني لازم نلاقي يا جماعه، نقدم السبت عشان نلاقي الحد. ما بلاش المعامله بالند اللي هو راس براس الاب واخواتها، وهو ما دي مشكله بقى، كده دي مشكله عندهم في بينهم في اشكاليه العيله. كبيره، دي اشكاليه لان الاب قد تزوج، دي اشكاليه كبيره. يعني ماشي، هو خلاص اتجوز، يقوموا ده حقه الاخوات. يا جماعه بس ده بالنقطه، حقه ده طبعا، حقه، بس مش معنى كده الاخوات ان انا بقى يبعدوا عن بعض كمان، اقطع بابا يعني، يقطعوا باباهم ويقطعوا بعض. لا ما دي مشكله، في حاجه حاجه غلط غلط طبعا، في حاجه في حاجه غلط. غلط. طيب احنا هنروح فاصل ونرجع تاني نكمل حلقتنا مشاهدينا، خليكم معانا. وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية، معانا مبادرة فاستبقوا الخيرات برعاية الجمعية المصرية. عايزة احكي لكم كده، امبارح واحدة ست كده طيبة كده وجميلة على قد حالها وقفتني وبتقول لي انا عايزاكي يا مدام دعاء. قلت لها تحت امرك. قالت لي انا شفت حلقة من حلقات البرنامج وعايزة اتبرع بمبلغ بسيط، حاجة كده على قد يا بنتي، بس نفسي اساعد معاكم في الحالات اللي بتظهر عندك في البرنامج. فما تتخيلوش قد ايه هي اثرت فيا. تخيلوا هي مطلعة كام؟ 20 جنيه. وبتقول لي انا حوشتها الاسبوع اللي فات عشان ايه، عايزه اطلعها يعني ايه لله. فقابلتني بالصدفه وديتهم لي. فيعني عايزه اقول انا كده فكرت، قلت مثلا هي بدل ما تجيب ب2 جنيه عيش جابت بجنيه مثلا، ولا بدل ما تجيب قرصين طعميه جابت قرص واحد. ما اكيد يعني هي هتدخر منين؟ اكيد من قوتها ومن قوت عيالها. ربنا بجد يتقبل منها ويعوضها ويضعف لها الاجر ويفتحها عليها. وانا وجهتها للجمعيه لان طبعا هم اللي بيوصلوا الفلوس للحالات، بس حسيت ان دي رساله كده ودرس مهم في العطاء. برحب مره تانيه بضيف الشيخ احمد الملكي. ربنا يخليك يا رب. انا يعني اتبسطت بجد وافتكرت بقى كل الكلام اللي حضرتك بتقوله يا شيخ احمد، مثلا على الخير والرحمه اللي في القلوب، وان سبق درهم 1000 درهم، والحاجات دي يعني مش مهم مقدار المبلغ ايه، المهم فعلا النيه، النيه، وانه اتاخد من احتياجات الانسان بس عشان الرحمه دي حوشته. وبتقولك حوشت كمان، يعني هي حاسه انها عامله عمل، يعني هو عمل عظيم فعلا يعني، بس هي حاسه ان هي مبلغ كبير. ممكن يكون في المخيله المبلغ، وهو كبير عند الله عز وجل طبعا، يعني هو كبير عند الله. لان اعتقد عارفه كان احد الائمه كده لما دخل نيسابور وقالوا له، والناس بقى ملتفه حواليه وبتاع وناس كتير، مين ده؟ قالوا ده الرازي. يعني مين الرازي ده؟ صاحب التفسير الكبير. يعني برضو ايه؟
ده اللي جاب 100 دليل على وحدانية الله عز وجل. فقالت امرأة عجوز: وهل الله عز وجل يحتاج إلى دليل؟ فأول ما سمع الكلام ده قال: اللهم إيمانا كإيمان عجائز نيسابور. فهي دي اللي هو، شوف الست الجميلة دي الإيمان في قلبها ازاي، اللي هي فهمت وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، اللي هي فاهمة إن المال ده يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، إن المال ده من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اللي هو فاهمين ده، هو فاهمين المعنى الدقيق قوي ده. ولذلك ما بتطلع العمل ده، فهي بصي بقى وتقول لك: طب أنا أروح فين وأنا محوشة العشرين جنيه وأنا، وهي الباب ياكلها، هي عاوزة تبرع تعمل حاجة لله تبارك وتعالى، وربما تكون هي أفقر من الحالات اللي ممكن تكون بتعرض يعني، أو أفقر من حالات كثيرة جدا في المجتمع. لكن المرأة دي إيه اللي حصل؟ في إيمان وقر في القلب وصدقه العمل، هو ده القضية. الإنسان يا جماعة اللي هو تحس الإنسان عنده بطبعه إن هو بيحب المال، هو محب لهذا المال، ولكن ربنا تبارك وتعالى يبدأ يبتلي الإنسان، فلما يبتلي الإنسان بيشوف بقى قضية الاختبار الابتلاء ده، هيطلع المال وينفق. طبعا أنا ضد اللي احنا نطلع المال كله، أنا ضد ده. لا 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 لا، يعني لازم أمسك عليك بعض مالك. أنا عندي فاهم فلسفة الإسلام في المسألة دي، أنا ضد اللي بيقول معك مليون طلع النص، برضو أنا مش مع ده خالص نهائي. لا مش كده خالص، الإسلام مش كده خالص يا جماعة. هو يحث على الصدقة، ما بيقولكش روح طلع مالك كله، بس أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب جاب نص ماله، وأبو بكر راح جاب ماله كله. أيوة بس ده لهم قضية أخرى. أبو بكر الصديق راجل تاجر وشاطر وعارف إن الفلوس جاية تاني وما إلى ذلك. التابعون والعلماء قديما لما كانوا بيتبرعوا، لأن كان لهم رواتب شهرية بتصرف أصلا، فعارف إن ده جاي. لكن في الزمن اللي احنا فيه ده لا يا جماعة، أمسك عليك بعض مالك وإن شئت فقل، يعني أمسك عليك أكثر من النصف وابدأ تتصدق كده، بس المهم يكون فيه الإخلاص والنية لله رب العالمين. وعشان كده لما تقول 20 جنيه، لا ده 20 جنيه ناس تانية بقى معهم ملايين وما بيطلعوش ال 20 جنيه دي. فهنا عشان كده قال النبي إيه؟ رب درهم سبق ألف إيه؟ درهم. ألف درهم. طيب شيخ أحمد تعالى. نعم. كده مع مشاهدينا نشوف تقرير النهاردة وحالة من حالات الجمعية المصرية ومبادرة فاستبقوا الخيرات، حالة جديدة هنشوفها مع بعض. في مبادرة فاستبقوا الخيرات احنا حريصين نوصل للحالات الأكثر احتياجا مهما كان مكانهم بعيد، وعشان كده وجهتنا النهاردة كانت لمحافظة الفيوم وتحديدا قرية أوتا بمركز يوسف الصديق. الناس هنا بيوتهم بسيطة وحالهم على القد، وخصوصا الحاجة أم أحمد وبنتها نجوى اللي ظروفهم صعبة جدا وما لهمش حد. بيتي واقع من كل مكان وابني محروق وربنا شفاه وبيلم كرتون على بشكارة على ظهره، ابني بيلام معاه شكارة على ظهره بيلم بيه عشان يربي ولاده، عشان ما يشحتش، عشان ما يمدهاش لحد. وانا زي ما انتوا جيتوا شفتوا بيتي معايا بنت متعاقة، وزي ما انتوا شفتوا على الطبيعة لا فرشة ولا سجاد ولا يعني على الله كله. أنا اسمي ندوة وعاوزة بس عمليتي تتعمل وعاوزة بس البيت، وعاوزة نكون دكتور كويس يعمل لي عمليتي، نكون ربنا يصلح حاله. بس مش ما أعرفش عايشة في البيت، بس يومي واحد بتمشي في مشوار والنطرة بتنزل علينا، ما فيش أي حاجة، ورجلي ما بقدرش امشي كده يعني، بمشي شويه بشويه يعني ما بقدرش. الخشبه طقت علينا في عز النطر، هي قطمت نصنا هي، وقاعدين كده لا حول ولا قوه الا بالله، تنزل علينا النطره من جميع المكان، نجيب قفصان ونقعد عليهم زينا زي اي حد بقى. هنروح لمين؟ لا جاري عم ولا جاري خال ولا جاري حد. غسلت سجاجيد في مصر في عين شمس، مش قادرة أقولها. غسلت سلالة، غسلت واحدة متعاكة ثم تسبحها وشطفها وعمل لحد الولية ما قبلت وجه كريم. كان في عز الرخصة 300 جنيه، كانت حلوة بتوكل بناتي وتوكلني. نفسي أعمل بس عمليتي
ونفسي أعمل بس بيتنا وربنا يستركم. نفسي أمشي زي البنات، نفسي مش قادرة، أما بمشي بتلوم رجلي وبقع وبقدرش أمشي. يا ريت أهل الخير وأهل المحنة وأهل الشفاء يرحمونا برحمة ويرفعوا البلاء من علينا ويدونا حاجة نقف على رجلينا، حتى ترسوك لابني يشتغل عليه، حتى ما كان ابني يشتغل علي بدل ما ويقر على رجلي. ابني تعب. أيوة عليه كرد ب10,000 عايزاه يسد عليهم الخير كله يا رب، ويدهم ويرضيهم كل مسلم يا رب، يسعد يصلح حالهم، يصد كردي وكرد المسلمين يا رب، وهو كل من حن فينا وطعامنا يطعمه بجنته ويرحمه برحمته يا رب. يا رب يا رب، انت ملناش غيرك يا رب، انت اكرم الاكرمين. حنن القلوب الجاحدة علينا يا رب، حنن القلوب الجاحدة علينا يا رب. ام احمد الحقيقة شايلة حمل جبال، مرض بنتها وقلقها على ابنها اللي ظروف شغله صعبة، وبيتها اللي مش ساترها، وقوت يومها اللي بتوفره بالعافية، كان الله في عونها. حال أم أحمد وبنتها ما يرضيش حد، ودموعهم غالية علينا كلنا، وإن شاء الله مع بعض نكبر خاطرهم ونحقق لهم اللي هم محتاجينه. فاستبقوا الخيرات في كل خطوة معاك. زي ما شفنا مشاهدينا حالة أم أحمد في الفيوم، وحكت على المأساة بتاعتها في حياتها وولادها، وشفنا بنتها محتاجة طبعا علاج ومحتاجة عملية، والبيت محتاج سقف ومحتاج حاجات كتير، محتاجين مثلا حاجة تعمل لهم دخل شهري زي ما هي بتحلم مثلا بتروسيكل ابنها يسوق ويجيب لهم دخل، يعني يقدروا ياكلوا ويشربوا ويعيشوا منه. وهي الست يعني ما قصرتش، هي اشتغلت وبتشتغل على قد ما بتقدر، بس طبعا قاعده جنب بنتها برضو عشان بتخدمها، وربنا يعينهم. يعني اسال الله عز وجل ان يتولاهم برحمته وان يحوطهم برعايته، اللهم امين. امين. انا يعني استشفيت من التقرير كده في ثلاث حاجات. يعني الحاجه الاولى هقول لها يا امي ما تبكيش، لاني كونك كنت بتشتغلي وبتغسلي سجاد او بتمسحي سلالم مش عيب خالص والله، وعملك ده وانت بتاكلي من عرق جبينك زي ما بيقولوا، ده اجره عظيم جدا عند الله عز وجل، وهو ده النعمه المال الحلال، فما تزعليش، وحقك علينا يعني، وحقك على كل انسان شافك بالطريقه دي. الحاجة التانية ان بنتها محتاجة، والبنت بتبكي وهي محتاجة تمشي على رجليها، واعتقد البنت محتاجة ان هي تكون، هي قالت محتاجة عملية. يعني انا هقول ان هي يعني هي محتاجة تكون تمشي على رجليها، فعشان تمشي على رجليها بتقول محتاجة عملية. فانا يعني حد لو من اهل الخير او دكتور سامع وشايف الحالة دي ممكن يتبناها يعني، فيبقى جزا الله خيرا، لانها برضو هتحتاج انها تتزوج، تبقى يعني انسانة تتزوج. الحاجة الثالثة اللي هي بتقول طالبة حاجة بسيطة جدا، اللي هو أي حاجة إن شاء الله تروسيكل، وأنا أعتقد إن التروسيكل ده مبلغه زهيد، يعني أنا مش شايف، معرفش كام، بس ممكن يكون حاجة، فممكن حد من أهل خير يتبرع تروسيكل، توك توك، أي حاجة اللي هو يبدأ يبقى فيه دخل ثابت ليهم يعني، ويصرف عليهم. ده بخلاف بقى السقف وما إلى ذلك. لكن لما أجي في فلسفة الزكاة في الإسلام، هو ده اللي أنا محتاج أقوله، لما امشي في كل شارع وامشي في كل حاره بلاقي مسجد، وبلاقي في جمعيات خيريه كتيره جدا بتبدا تقبل تبرعات وما الى ذلك. لما نيجي يقول كده، لما تيجي اذا اعطيتم فاغنوا، اغنوا يعني ايه؟ يعني الفقير اغنيه يعني ايه؟ يعني اديله، لدرجه ان الامام النووي كما في المجموع كتاب اسمه المجموع للامام النووي فقه الشافعيه، بيقول اديله ما يكفيه العمر كله. فقالوا يعني ايه يكفيه العمر كله؟ فبالفقه هنا بيقول ايه؟ شوف له هو بيشتغل فيه، افتح له مشروع. فهي الست تبين ايه اللي هينفق عليها ويدر عليها دخل بعد كده، مشروع حاجه بسيطه جدا يعني.
فلو الانسان بيطلع زكاه ماله، فلسفه الاسلام بقى ان انا بطلع زكاه مالي مثلا 20 30 40 الف في اسره اهو، بدل ما اروح موزعهم وفرقهم كده هنا 100 جنيه وهنا 100 جنيه وهنا 100 جنيه وهنا 100 جنيه، فانا خدت المبلغ قلت طب والله انا هجيب تروسيكل للست دي وخلاص، يبقى انت اغنيت الاسره دي اللي هو بقى في عمل يوميا في دخل، بقى مش محتاجين مد ايد بعد كده، الحمد لله بنقدر نصرف على نفسينا وننفق على انفسنا، لو في حاجه في البيت احنا كمان بنعملها، توك توك ده ما شاء الله مش عارف ايه، واحد عنده فجبنا له تاكسي وهكذا، فبدانا نغني الناس بالطريقه دي. ولذلك احنا نقول يا جماعه بقى تاني الحاجه التانيه، ان الانسان عندما يتصدق بهذه النيه بهذا الاخلاص ولو بعد تمره او حتى بشق تمره، فان الله تعالى يتقبلها بيمينه كما يربي احدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل او اعظم من الجبل اي جبل احد. احنا عايزين طبعا نقول ان ارقام تليفون الجمعيه المصريه ومبادره فاستبقوا الخيرات موجوده على الشاشه علشان مشاهدينا لو اي حد حابب انه يساعد في حاله ام احمد اللي شفناها النهارده، او حابب ان هو يساعد في اي حاله من الحالات اللي احنا بنعرضها في البرنامج، يتواصل مع الجمعيه مع مبادره فاستبقوا الخيرات، وهم بيبعتوا لحد عندكم ياخدوا مبلغ التبرع من بالمندوبين طبعا. وعلى قد ما نقدر نفسنا أم أحمد اللي شفناها وشفنا دموعها النهاردة وشفنا كمان بنتها ودموعها، إنه نقدر نساعدها ونغير حالها إن شاء الله بمساعدة طبعا كل أهل الخير. يعني سبحان الله يا شيخ أحمد، يعني الواحد قد إيه بيتأثر لما بيشوف، عشان كده النبي قال انظروا إلى من هو أسفل منكم. أيوة، يعني احنا لما نشوف ده بنحمد ربنا على النعم، اللي هو بقى نبدأ ننتبه إلى نعم ربنا تبارك وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلأنها وردت مرتين في كتاب الله عز وجل، إن الإنسان ظلوم كفار إن الله لغفور رحيم. فأنا لما أشوف نعم ربنا تبارك وتعالى علي أحمد ربنا، وابدأ لا أستخدم هذه النعمة إلا في طاعة الله عز وجل عشان ربنا ما يسلبهاش مني. فإحنا شايفين الحال، وده ابتلاء، يعني ابتلاء من الله لهم ولنا ولكل من كان معه المال يعني أو الأغنياء. وأنا حقيقة برضو حاجة تحزن يا أستاذة دعاء، إن إحنا نكون في منطقة وأهل المنطقة برضو مش قادرين يقوموا بده، إحنا محتاجين لسه اللي إحنا نبدأ نربي الناس على الإيمان على التربية الصحيحة السليمة، إنه يا جماعة ما ينفعش يبقى في منطقتك حد فقير بالطريقة دي وسايبينه، ما ينفعش. هو أنا حاسة إنه بالنسبة للمنطقة دي إن هم كلهم بسطة شبه بعض اللي قاعدين يعني جنب بعض. هو باين، يعني هو باين. بس يعني انا بس يعني بس حضرتك بتتكلم على العموم، يعني انا مش هتكلم على المنطقه مش على الحاله دي، يعني لكن على المدينه على المركز. أيوة. اللي هم عايشين على المحافظه اللي هم عايشين فيها. فاحنا محتاجين بس ان يا جماعه يعني المؤمن اخو المؤمن، يعني المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك النبي بين اصابعه عليه الصلاه والسلام. احنا محتاجين نحس بقى المعاني دي، احنا محتاجين، احنا الحمد لله المساجد رجعت تاني، ومحتاجين ان المشايخ يبداوا يتكلموا بقى في النقاط دي والمعاني الجميله دي، محتاجين بقى يتكلموا ويحسوا الناس بالطريقه دي على فعل الخير. يا جماعه افعلوا الخير لعلكم تفلحون، فلابد ان يكون عندي يقين وانا بعمل الخير ده. وخد كل، انا دايما لما بقول كده ما تطلعش اي جنيه الا لما تكون متاكد المال ده رايح فين وجاي منين. هتتبرع خد ايصال معتمد من المبادره او الجمعيه، او يعني خد كل احتياطاتك حتى تتاكد عشان تبقى حاسس بالامان طبعا، وحتى تتاكد. احنا ده يعني ده مش ده لازم نقوله يعني. بس النهايه في النهايه ان انا لو كل يوم بدل ما اجيب الناس اللي بتجيب علبه سجاير، ايه ده يا ربك، قول يا رب انا هتبرع بحق العلبه دي عشان يا رب عافيني منها. احنا ليه ما بنعملش كده؟ ما انا مش عارف العلب السجاير بكام دلوقتي، بس لما واحد يجيب كل يوم علبه مثلا ب 30 جنيه ولا 40 جنيه يصرف فيها 1200 جنيه، وفي الاخر بيدعي الفقر يقول لك ما انا مش لاقي واجيب منين وبتاع. والله لو وجهت المال ده الى الله عز وجل، لو وجهته بنيه صالحه لاغناك الله من فضله وبارك لك فيما بقي من مال. فهو ده اللي احنا محتاجينه. المعاني دي لازم نغرسها تاني في نفوس الناس. مشكورك جدا يا شيخ احمد في نهايه الفقره. ربنا يخليك يا رب يحفظك، جزاكم الله خير. مشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل.